هل تذكرون أن ثمة قانونا يقضي اقتطاع وزارة الاتصالات أموالا من حساباتها لتمويل البلديات؟ المعنيون بهذا القانون يذكرون يسألون وينتظرون علهم يقبضون. وزير الاتصالات مولى صحناوي يؤكد أنه ماض في تطبيق هذا القانون. الرسوم على التليفون الثابت وفي الرسوم على التليفون الخليوي. الرسوم على التليفون الثابت عم تتحول كل شهر للبلديات حسب جدول موجود. يبقى تحويل أموال الضرائب العائدة إلى الخطوط الخلوية التي لا معلومات دقيقة عن المشتركين فيها لوضع جدول واضح لها. والأموال أين الأموال؟ ثلاث اقتراحات لصرفها. في وجهة نظر إصلاحية يلي نحن بنمثلها عم نقول بنخلق هيدي مؤسسة التنمية البلدية، وفي فكرة علاقة بالميزانية بالموازنة العامة وبإدارة المال العام. في فكرة بالمينيموم إنه ما نطمح كتير بس بالقليل نوصل المصريات للبلديات حتى لو كل بلدية رح تشتغل عن نطاقها. الخيار الإصلاحي الذي يطرحه وزراء التكتل أي إنشاء هيئة التنمية البلدية التي من مهامها توسيع نطاق المشاريع المشتركة بين البلديات وتمويل هذه المشاريع المشتركة المفترض أن تكون ضخمة وليس محدودة. إصرار أخير. 1,200,000,000 دولار موجودين بمصرف لبنان ما هنقبل إلا هالمصريات يروحوا للبلديات. المصريات للبلديات قبل نهاية 2012 يؤكد صحناوي. هل سينجح في ظل إصرار الوزير محمد الصفدي على تحسين أوضاع ميزانية الدولة ووضع اليد على أموال المجالس البلدية تماما كما كان يفعل أسلافه؟